مع عشاق النادي الملكي. وبالفعل النادي الملكي هنا في هذه اللقطة النجم سي ار 7 كريستيانو رونالدو، شوف خديرة وشوف المساحة والعرضية واللمسة الحلوة حلوة. هدف ايه؟ هدف بقى هو بمثابة ايه؟ بمثابة الضربة القاضية، وجت مع ابويه زي ما هو عايز. امامنا اهو الافواري، شوف كده بوجه وجه القدم وجهه، هوب 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 هوب. الكره رايحه فين؟ رايحه في مقتل. هدف من الاهداف الحلوه قوي ابويه، واللي حضراتكم جميل الارض لاول مره بالوان فريق نادي جلطة السراي. شوف كره عملها ازاي، حطها بين رجلين فاران، شوف المرور والتعيا على الهدف الجميل، حلو قوي من صبري البديل واحلى من شنايدر، لم بترئيسه بمهاره بتفويته وخلاص شنايدر. الخطا الفادح في هذه اللقطه، شوف امامنا هنا خلاه استلم وخلاه على طول بقى قرار سراي والصعود لريال مدريد، اعتقد هو عنوان لهذه المباراه. ادي امامنا بنزيما، وادي امامنا هنا يا سلام على النجم، النجم رونالدو هنا يسجل في هذه اللحظه عشان يحسن النتيجه 3-2، هي نتيجه ربع نهائي 2001، وكان جلطة سراي تفوق هنا في هذه اللحظات. خلاص الامور انتهت، مورينيو يعانق في تحريم لان اللقاء كان كبيرا، لان اللقاء في شوطه الاول تفوق ريال مدريد بهدف لرونالدو في الدقيقه 7، ثم